مجحفة على أبنائنا حتى بقوا هذا الزمن الطويل. أبناؤكم جنرالات الصبر وعمداء الأسرى، القادة داخل السجون، يناشدون بإعادة النظر وتحريك كل مكونات المجتمع الدولي لرفع هذا الظلم وهذه المأساة عنهم من خلال استمرار التحرك ومن خلال استمرار المطالبة بالإفراج عنهم دون تجزئة ودون انتقاء. نحيي موقف الرئيس أبو مازن الذي أصر كشرط لأي لقاء مع الجانب الإسرائيلي لأي إعادة للمفاوضات بالإفراج عنهم رزمة واحدة، وقد رفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 50 منهم قائلا لا يمكن ذلك إلا بالإفراج عنهم جميعا، الإفراج عن كل عمدائنا وقادتنا المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، والإفراج عن المرضى الذين أوضاعهم الصحية خطرة، بعضهم يتهدده الموت، القابعين في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، المعاقين والمشلولين والمصابين بالسرطان والمصابين بأمراض خطيرة في القلب يتهددهم الموت، بل شبح الموت يحلق فوق رؤوسهم. هذا استحقاق إنساني ووطني وسياسي، هذا نداؤنا، نداء أمهاتنا إلى الجميع، إلى القيادة الفلسطينية، إلى الأمم المتحدة، إلى كل مكونات المجتمع الدولي. نحن اليوم أيضا يتهددنا قلق آخر، وهو أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شرانة وسامر العساوي. وحسب التقارير التي سمعتموها جميعا هناك خطر يتهددهم والوقت ضيق، وهناك استهتار إسرائيلي متعمد بحياتهم وبصحتهم. نحن لن نهدأ، سنستمر في فعاليات متواصلة وسنتحرك على كل الجهات المحلية والدولية والإقليمية من أجل إنقاذ حياتهم وإنقاذ حياة كل أسرانا داخل سجون الاحتلال. هذا اليوم وجهت رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبته بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الموضوع يستحق ذلك، يستحق أن تجتمع الأمم المتحدة لبحث أوضاع الأسرى والمآسي والانتهاكات الفظيعة التي يتعرضون لها، لأنه لا سمح الله إذا حصل أي شيء أو أي سوء لأي أسير مضرب لن تقف الأمور عند حد عادي، بل ستتداعى الأمور وستكون النتائج كبيرة على الإسرائيليين وعلى المجتمع الدولي الذي عليه المسؤولية الدولية والأخلاقية والقانونية والإنسانية، لأن يتدخل ويضع حدا لجريمة ضد الإنسانية ترتكب الآن على مسمع من الجميع، على مرأة من الجميع بحق أسرانا. الحرية لهم، نحن معكم ونحن مع مطالبكم، ولن نسمح بأن تموتوا في السجون، فقط لا نريد سوى الحرية، والحرية لكم جميعا. شكرا لكل المشاركين، شكرا لكل الفعاليات والمؤسسات والقوى التي تشارك هذا اليوم الخاص والمميز للوقوف إلى جانب أعظم وأقدس وأجمل قضية، وهي قضية الإنسان الفلسطيني المناضل، أسرى الحرب، مناضلو الحرية، القابعين في سجون الاحتلال. شكرا لكم مرة أخرى. بالروح بالدم نفديك يا أسير، بالروح بالدم نفديك يا أسير، بالروح بالدم نفديك يا أسير، بالروح بالدم نفديك يا أسير. نحن أبناء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا اليوم على دوار المنارة استجابة لرسالة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، الأسرى بشكل عام والأسرى القدامى ما قبل أوسلو بشكل خاص. هؤلاء الأسرى الذين مضى على أقلهم في السجون
20 عاما وعلى رأسهم عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب الأسير البطل كريم يونس. نعم نحن من هنا استجبنا لرسالة الأسرى، الأسرى المضربين إضرابا مفتوحا عن الطعام، أبطالنا البرك والصفدي والعساوي والشروانة، هؤلاء الأبطال نحييهم. نحيي أسرانا المرضى في مستشفى سجن الرملة، المسرى الأسرى المقعدين والمشلولين، نحيي الأسيرات والأسرى الأطفال، أسرى المؤبدات، أسرى الإداري، المعزولين حاتم السيسي وعوض الصعيدي، ونقول لهؤلاء الأسرى: نحن هنا اليوم ننقل المعركة إلى مراكز المدن الفلسطينية، سوف تكون هناك مسيرات واحتجاجات، سوف نوصل صرختكم. أنتم اليوم تنفذون إضرابا عن الطعام ليوم واحد، هذا إضراب سياسي موجه إلى دول العالم الحر، إلى الرباعية الدولية، إلى هذه الاتفاقية التي وقعت قبل 19 عاما واستثنتكم. لم تفلح هذه الاتفاقية بالإفراج عنكم. نحن الآن نمر في أفق سياسي مسدود، نحن الآن لا يوجد أمامنا أي خيارات لأي صفقات من التبادل. هؤلاء الأسرى يقضون عشرات السنين في هذه السجون، هؤلاء الأسرى فقدوا الآباء، فقدوا الأمهات، كبر الأبناء، تزوج الأبناء والبنات وتخرجوا من الجامعات، وما زال هؤلاء الأسرى في السجون. هناك 23 أسيرا يقضون أكثر من ربع قرن في هذه السجون. نعم نحن نطالب أبناء شعبنا الفلسطيني لكي ينضموا إلينا في هذه الفعاليات التي نعلن عنها في هذا اليوم، والتي يجب أن تستمر وسوف تستمر من أجل الضغط على كافة المستويات الرسمية العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية التي تصم آذانها عما يجري ضد أسرانا المرضى والقدامى والمضربين إضرابا مفتوحا عن الطعام، وعن نواب الشعب الفلسطيني وقادة الشعب الفلسطيني، وعن المعتقلين الإداريين داخل هذه السجون. لذلك من هنا نحن رسالتنا واضحة وموجهة إلى هذا العدو المجرم الذي يمعن في إذلال أسرانا وامتهان كرامتهم، نقول له: لن نتخلى عن أسرانا الأبطال. في ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو نطالب العالم بأن يجبر هذا الكيان بالإفراج عن هؤلاء الأبطال بدون أي شروط مسبقة، لا بالعودة إلى المفاوضات ولا غير ذلك، لأن هؤلاء الأسرى لهم الحق بالإفراج عنهم، وأن لا يبقوا رهينة وورقة مساواة لدى هذا العدو الذي كما كنا في الإذلال وامتهان الكرامة. نحيي أسرانا في السجون ونعاهدهم أن نبقى أوفياء لسنوات عمرهم التي يقضونها في هذه السجون، نعاهدهم على أن تبقى قضيتهم حية في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني. نحييكم نحن في الهيئة العليا وفي القوة الوطنية وفي كافة المؤسسات وقوى العمل الوطني والإسلامي التي تقف إلى جانبكم في هذا اليوم، لتقول لكم: اصمدوا، اصبروا وصابروا، وإن الفجر قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كل الوطن الفلسطيني انحبس عشان الرئيس، عشان الوزير، عشان الجندي، عشان الكافر، عشان كل الشعب الفلسطيني. بترجاكم، بترجى كل واحد فلسطيني عنده شرف يدافع بس عن البنات. الاولاد مش مشكله، الاولاد بيطلعوا، الولد الشاب بضل شاب، الزلمه بضل زلمه. الاسيرات عيب علينا نضل نايمين عشان البنات تضل في السجن. نفيك يا اسير. انا بقولها بنت رام الله، كنا سوى رام الله، بنت الرئيس قبل الوزير يطلع في المسيره علشان نحسس الاسرى في السجن ان في حدا شعب وراهم سائل. لا هم بيقولوا لنا مشان الله، مشان الله. ليش ليش حدا سائل في اسرى رام الله بالذات؟ اسرى رام الله بالذات حقهم ممسوح، ممسوح رام الله، ولا واحد بوقف علشان اسير. ليش اسرى رام الله ما حاربت عشان رام الله؟ في المطاعم، في المطاعم قاعدين، في المطاعم قاعدين، في البارات قاعدين. نعم نعم، احكي احكي. أنا ايوه، بترجاهم، بترجى كل الشباب وكل الصبايا.
خليها تحكي مالك يا بكير. هسم لما اجت ام اسير تحكي سكر. طب خليها الصوت مش طالع، الصوت مش طالع. الو كبرنتها ما لقاش فينا. الصوت أيوة. مش طالع. انا بتمنى الشعب الفلسطيني يحس شوي مع الاسرى، يشعر مع الاسرى، يشعر مع اهالي الاسرى، مع بنات الاسرى. هيا على المنارة. روح الدور ساعتين وهم رايحين لفلوها زي الكلاب. ساعتين تفتش، ساعتين واحنا قاعدين نستنى. أيوة. على ساعة الا ربع ساعة. ايوه. يلا منيح منيح. الشارع حس فينا حس ولادنا. يا عمي اسمع خلي المرة تعشي يا ابن الحلال. بس مضبوط انت يا ابو الدرار. مضبوط انت يا ابو الدرار. يا عمي خلوا امامين تحت، تفضل يا اختي امامين. كلام الجواهر. بستحلفكم بروح الشهيد ابو عمار انكم كلكم اليوم يا كل رام الله تطلعوا في مسيره الاعتصام للاسرى. وبستحلفكم ام الله مش بس اليوم، خطيه كل الاسرى، كل الاسرى خطيتكم في ركابكم. حرام عليكم، حرام والله، حرام والله حرام. ال 30 اجوره صارت ابدا من الاسرى واغلى من الاسرى. جرد الغاز صارت اغلى من الاسير. كيل المندوره صار اغلى من الاسير. حرام حرام علينا. بكفي لامتى؟ لامتى نضل قاعدين؟ لامتى نضل قاعدين نستنى في الاسرى المضربين عن الطعام يموتوا؟ المشلولين يموتوا؟ لامتى نضل ساكتين؟ لامتى؟ بترجاكم وبستحلفكم بالله كل يوم تتضامنوا مع الاسير. بالله عليكم بسياده روح ابو عمار. اذا واحد بعت روح الشهيد ابو عمار يتضامن ويطلع زي ما تضامنا عشان الاسرى غلاء الاسعار، نتضامن عشان الاسرى. بس بترجاكم تتضامنوا بدون خراب، بدون ما نخرب ولا شيء. الله اكبر. لان البلد لنا بدنا نخرب، نطلع نخرب في عفر، نطلع نخرب في كلنديا. بترجاكم الخراب هذا بضرنا احنا، بضر شعبنا احنا، بضر اهل الاسرى. لان الخراب بخصم من معاش الاسير، الخراب بخصم من معاش الاسير. الاسير ليش نخصم عليه؟ ليش نحاول؟ ليش الاسير يحط ضريبه؟ الاسير حط ضريبه الثمن دفع 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 ضريبه عمره وشبابه. دفع ضريبه سجنه، ليش يدفع ضريبه مصاري؟ خليه يعيش الاسير بحريه، خليه يعيش براحه ومرتاح في السجن. مشان الله مشان الله مشان الله انكم توقفوا مع الاسرى وكل يوم تطلعوا مع الاسرى. يستموا يا مؤيد، يستموا يا حسين. انتظرنا عوده هؤلاء الابناء الى حضون امهاتهم وابائهم وعائلاتهم واسرهم. هم من دفعوا حياتهم وظهرات شبابهم من أجل حريتنا ومن أجل كرامتنا. فتحية دائما إلى أمهات وزوجات وأبناء وبنات وأهالي أسرانا في سجون الاحتلال. تحية إلى أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال. نحن لا نفرق بين أسيرة وأسير، كلهم مناضلون وكلهم امتشكوا رايات الكفاح والنضال من أجل حرية هذا الشعب ومن أجل كرامتنا. من عشتم، عاش نضالكم، عاشت فلسطين، والخزي والعار للمجرمين المحتلين القتلة.